السلام عليكم. إن شاء الله نكون مع بعض النهاردة. هنتكلم عن Biochemistry of Hormones that regulate calcium metabolism، الهرمونات اللي مسؤولة عن تنظيم مستوى الـ blood calcium level. هنعرف مين هما الهرمونز دي، هل هو هرمون واحد ولا أكتر، بيشتغلوا إزاي، بيتصنعوا فين، الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم ايه، ازاي بينظموا البلد كالسيوم ليفل، وازاي في الاخر هنطبق ونشوف ازاي بنقدر نجاوب على الاسئله اللي بتيجي في الجزء ده. بعض الريفرنس طبعا ريسورسز اللي ممكن نحتاجها واحنا بنذاكر ونستعين بيها، سواء كان من هاربر تكست او بعض اللينكات للويب سايتس المهمه اللي ممكن تستعينوا بيها. في ثلاثة هرمونز مهمين جدا بيشتغلوا ان هما يعملوا كنترولينج للبلد كالسيوم ليفل. طب كنترول للبلد كالسيوم ليفل عشان يبقى قد ايه؟ عشان يفضل ثابت من 9 لـ11 ملي جرام برسنتج، يبقى لازم يبقى اندر ستريكت ريجوليشن. طب ليه لازم احافظ عليه في الليفل ده لا يقل عنه ولا يزيد عنه؟ لان اي تغيير بسيط في نسبة الكالسيوم اللي موجود في الدم هتأثر على طول على النيورو ماسكولار اكزايتابيليتي، يعني على النيرف كوندكشن والنيرف امبلس وخلافه، هتأثر كمان على المسل كونتراكشن سواء كانت السكيليتال مسل او كمان مهم جدا الكاردياك مسل، وهيأثر على شغل عضلة القلب، وبالتالي ده ممكن يدخلي في لايف ثريتنج كونديشن، حاجات تهدد بالخطورة على اللايف وتؤدي الى الوفاة لو ما تلحقتش في ساعتها. طيب الثلاثة هرمونز دول هم مين؟ اول واحد اسمه الباراثايرويد هرمون، تاني واحد اسمه الكالسيتونين، تالت واحد الكالسيتريول. الباراثايرويد هرمون ده من اسمه كده بيطلع من الباراثايرويد جلاند، الكالسيتونين او الكالسيتونين ده بيطلع من الثايرويد جلاند، بس من خلايا معينة في الثايرويد جلاند. الخلايا دي اسمها ايه؟ اسمها بارا فوليكولار سيلز. طب والتالت ده مين؟ ده اسمه كالسيتريول. ايه الكالسيتريول ده؟ ده فيتامين د، فيتامين دي 3. نمسك كده اول واحد اللي هو البارا ثايرويد هرمون واختصاره بي تي اتش. البارا ثايرويد هرمون ده بيخرج من البارا ثايرويد جلاند. مين هم البارا ثايرويد جلاند؟ دول عبارة عن فور سمول جلاندز، 4 غدد صغيرين جدا في حجم حباية الرز، السايز بتاع الرايس جرين كده. موجودين فين؟ موجود في ظهر الثايرويد جلاند، في الباك اوف ذا نيك، يعني في الرقبة كده. اقلب الثايرويد جلاند ظهرها موجود في الأربعة باراثايرويد فوليك. طيب مسؤولين عن ايه؟ مسؤولة الباراثايرويد جلاند انها تطلع لي الباراثايرويد هرمون، والباراثايرويد هرمون ده هرمون بيعمل اليفيشن للكالسيوم ليفل، يعني بيزود الكالسيوم في الدم، يعني اقدر اسميه كالسيوم رايزنج هرمون او اليفيتنج هرمون. نتكلم مع بعض شويه عن ازاي الباراثايرويد هرمون بيتصنع، وعشان اعرف ازاي بيتصنع الاول هو مكون من ايه. قال لك الباراثايرويد هرمون ده مفتاح السر بتاعه في كلمه ايه؟ في كلمه انه بولي بيبتايد تشين. يعني ايه بولي بيبتايد؟ يعني سلسلة من الأمينو أسيد attached together ماسكة مع بعض ببيبتايد بوند. بما إنه بولي بيبتايد تشين، طب ده مفتاح السر في إيه؟ كلمة بولي بيبتايد لأي هرمون تعني كام نقطة مهمين. أول حاجة إن بداية تصنيعه هتبقى في الراف إندوبلازميك ريتيكولم، في السيلز اللي هو بيتكون فيها. طب هو بيتكون في أنهي سيلز؟ بيتكون في البارا ثايرويد جلاند سيلز. طيب وبعد ما بيتصنع في صورة
الرف اندوبلازميك ريتيكولم لازم يتصنع في صورة مبدئية. صورة مبدئية يعني لسه هتحتاج يحصل لها يتقص منها حاجات ويحصل لها شوية موديفيكيشن عشان تطلع في الصورة النهائية اللي تشتغل. طب الموديفيكيشنز دي هتحصل فين؟ بتحصل في الجولجي اباريتس. حصلت الموديفيكيشن وبدأ يبقى في السكريتوري فيزيكلز في الجولجي اباريتس في الصورة اللي هيتفرز منها في الدم او في السيركيوليشن. طيب مش هو بولي بيبتايد؟ بولي بيبتايد يعني ووتر سوليبل، وطالما هو ووتر سوليبل يبقى نو كارير بروتين، مش محتاج كارير بروتين يشيله في الدم. وكمان هيشتغل على سيل ميمبرين ريسبتور، وطالما شغال على سيل ميمبرين ريسبتور يبقى لازم له سكند ماسنجر، وفي الحالة بتاعتنا هنا السكند ماسنجر هو مين؟ هو السايكليك اي ام بي. طيب نبدأ نطبق الكلام ده بقى على الهرمون الباراثورمون اللي معانا. يبقى اول دلوقتي ما ال باراثايرويد هرمون اتصنع، اتصنع في صورة ايه؟ اتصنع في صورة بري برو باراثايرويد، الصورة البدائية في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. الصورة البدائية دي مكونة من قد ايه؟ مكونة من 115 امينو اسيد 115 ريزيديو. اي بولي بيبتايد تشين ليها ان ترمينس وليها سي ترمينس. ال 115 دول مقسمين كالاتي، من 1 لـ25 ده السيجنال سيكونس. يعني ايه السيجنال سيكونس؟ يعني هو ده اللي بيعمل دايركشن للبولي بيبتايد تشين، بيوجهها انها بعد ما صنعت في الرف اندوبلازميك ريتيكولم تبدا تطلع للجولجي ابريتس عشان يحصل لها الموديفيكيشن اللي هتحصل. طولها قد ايه؟ دي اللي هي 25 امينو اسيد. طيب يبقى اول ما اتصنع في صوره بري برو باراثورمون اشتغل عليه البيبتيديز وقطع لي السيجنال سيكونس ده وطلعها، فتبقى عندي البرو سيكونس. البرو سيكونس بلس الباراثورمون ده طوله كام كله على بعضه؟ ده طوله 90 امينو اسيد. ال 90 امينو اسيد اللي هو اسمه برو ثورمون ده جوه الجولجي اباريتس يتكسر تاني، يشتغل عليه انذر انزيم اسمه another peptidase او carboxy peptidase enzyme، يقوم جاي قاصص الستة سيكونس دول اللي هما بتوع البرو سيكونس. فبقى عندي الانتكت باراثورمون اللي هو مكون من 84 امينو اسيد. كده ده الشكل اللي بيبقى موجود جوه الجولجي اباريتس متخزن في السكريتوري فيزيكلز اللي هيبدأ يفرز للدم. بس الباراثورمون ده اللايف سبان بتاعته جوه الجولجي اباريتوس حوالي بس 20 منت، قصيره جدا. فبعد ال 20 دقيقه دول على طول يقوم رايح مقسوم لاثنين بولي بيبتايدز. الان تيرمينس الجزء اللي ناحيه الان تيرمينس ده بيشمل السيكونس من 1 لـ36 امينو اسيد. طب ومن 37 لحد 84 ده بسميه السي فراجمنت او الكربوكسيليك فراجمنت. الان تيرمينس ده هو البيولوجيكال اكتيف فورم، ومجرد ما بيتكون وبيطلع للسيركيوليشن بيتكسر تماما في خلال 30 ثانيه، في حين ان الكربوكسيليك تيرمينس دي ممكن تقعد معايا
تقعد معايا قد ايه؟ تقعد معايا لحد 5 دقايق، يبقى ممكن لحد 5 دقايق السي فراجمنت تفضل موجودة، لكن الان تيرمينس او البيولوجيكالي اكتيف فورم دي بس كل الفترة اللي بتقدر تفضلها قبل ما تتكسر وتفضل انتكت في السيركيوليشن هي فترة قصيرة جدا جدا جدا، 30 ثانية فقط. يبقى السكريتوري فورمز عندي ممكن نلاقي في السيركيوليشن كام شكل، الفيزيكال او الجولجي اباريتس تطلع لي في السيركيوليشن 3 اشكال، ممكن تطلع لي الانتكت او السي فراجمنت والبيولوجيكالي اكتيف ان تيرمز اللي هي الامينو تيرمز دي 30 ثانية وهتتكسر على طول. يبقى مين اللي هلاقيه في السيركيوليشن دايما؟ هو مين؟ السي فراجمنت والانتكت. طيب امتى الباراثورمون يبدا يحصل له سيكريشن في الدم؟ ده بيحصل ان ريسبونس، استجابه من الباراثيرويد هرمون لحاجتين، لللو سيرم كالسيوم ليفل والهاي فوسفيت ليفل. يبقى مجرد ما معدلات الكالسيوم في الدم تقل على طول الباراثيرويد هرمون يبدا يطلع من الباراثيرويد جلاند، ونفس الكلام لو الفوسفيت هو اللي عالي. ما ننساش مع بعض السكريتوري فورمز اللي ممكن تطلع من الجولجي اباريتس للدم كام واحد؟ الانتاكت فور ده الهاف لايف بتاعته حوالي من 20 دقيقة لأربع ساعات، الأربع ساعات في الدم يفضل 4 ساعات. كاربوكسي تيرمينس السي فراجمنت اللايف سبان بتاعتها حوالي 5 دقايق، لكن الأمينو تيرمينس قصيرة جدا، دي الموست أكتيف بارت اللي بيشتغل ويعمل الوظيفة ويتكسر على طول في خلال 30 ثانية. يبقى مين اللي ممكن نلاقيه بيلف بقى في الدم واخد قدامه شوية وقت وانا بقيس معدلات الباراثورمون؟ اما الانتكت باراثورمون او الكاربوكسي تيرمينس فريند. يبقى عندي حاجه اسمها سيكريتوري فورمز وعندي حاجه اسمها سيركيوليتنج فورمز. بيشتغل ازاي الباراثيرويد هرمون؟ اتفقنا انه طالما هو بولي بيبتايد يبقى ووتر سوليبل، يبقى ما يعرفش يعدي السيل ميمبرين، يمسك في الريسبتورز بتاعته اللي موجوده على البلازما او على السيل ميمبرين، وتبدا تعمل كونفورميشنال تشينجز وتشتغل لحد ما توصلني للسكند ماسنجر اللي هو السايكليك ام بي، وانتوا عارفين التفاصيل كويس جدا من محاضره الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز. طيب دي الميكانيزم اوف اكشن ان هو تايب 2 هرمون والسايكليك ام بي بيشتغل كسكند ماسنجر. طيب الريسبتورز بتاعته موجوده فين؟ موجوده مينلي في 3 اماكن، موجوده في البون، موجوده في الكيني، وكمان موجوده في الانتستين. طيب بيشتغل او بيعمل ايه الفانكشنز بتاعه الباراثيرويد هرمون؟ اتفقنا ان هو بنسميه كالسيوم اليفيتنج هرمون او بيرفع نسبه الكالسيوم في الدم كاستجابه من الجسم لما الكالسيوم نسبته تقل. طيب هيرفع الكالسيوم في الدم يبقى لازم هيروح يجيبه من مصادر مختلفه ويسحبه من الاماكن دي ويرميه على البلاط. هيجيبه منين؟ هيجيبه من 3 اماكن. اول حاجة هيجيبه من العظم، من البون. تاني حاجة هيجيبه من عند الكيدني. تالت حاجة هيجيبه من الانتستين. طيب بيحصل ده ازاي؟ بيحصل كالاتي. نبص عند البون. البون المفروض في نوعين من الخلايا، في نوع اوستيوبلاست، ودي بتعمل ايه؟ دي بتبني بيلدينج. وفي نوع تاني اسمه اوستيوكلاست سيلز، زي ما انتوا عارفين الاوستيوكلاست دي بتعمل بتهد او بتخلخل، بتسحب الكالسيوم من العظم. فيجي الباراثيرويد هرمون يزود شغل الاوستيوكلاست فيبدأ يسحب لي الكالسيوم من العظم، الكالسيوم والفوسفورس اللي مترصف في العظم يبدأ يسحبهم ويرميهم على مين؟ يرميهم على الدم. فكده رفع الكالسيوم في الدم ويعمل يقلل الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست فيمنع ترسيب اي كالسيوم في العظم، فبالتالي يزود
اللي احنا بنسميه اوستيوبروزس او هشاشة العظام او خلايا العظم، يفضي العظم من الكالسيوم والفوسفورس اللي فيه ويرميهم على الدم، يبقى كده رفع الكالسيوم اللي في الدم. طيب الحاجة التانية ان الباراثيرويد هرمون يروح يشتغل على الكدني، الريسبتورز بتاعته اللي موجودة في الكدني. طب في الكدني هيعمل ايه؟ هيزود اعادة امتصاص reabsorption، اعادة امتصاص الكالسيوم في الكدني، فيرجع بدل ما الكالسيوم كان ينزل في اليورين، لا ده هيتحبس ما ينزلش في اليورين ويرجع يترد على الدم تاني. طالما ما نزلش في اليورين يبقى قلل اللوس اوف كالسيوم في اليورين، وفي المقابل على العكس زود اللوس اوف فوسفورس في اليورين، زود الفوسفورس اللي بيترمى في اليورين، يبقى زود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم فرجع لي الكالسيوم تاني على البلاد، ومنع الري ابزوربشن بتاع الفوسفورس فزود لي ان الكلى تتخلص من الفوسفورس. يبقى ده رقم واحد، سحب الكالسيوم من العظم رماه على الدم. ورقم اتنين، زود اعادة الامتصاص بتاعة الكالسيوم من الكدني ورماها برضو على الدم، يبقى رفعنا كل ده يرفع لي معدلات الكالسيوم في الدم. طب الحاجة التالتة انه هو في الكدني برضو بيعمل ايه؟ بينشط لي انزيم اسمه الفا 1 هيدروكسيليز. مين الالفا 1 هيدروكسيليز ده؟ انزيم هنقول كمان دقيقتين بالظبط انه الانزيم ده بينشط الفيتامين دي، ولما ينشط الفيتامين دي تقوم رايحة الفيتامين دي لما بقت اكتف تروح على الانتستين، تعمل ايه في الانتستين؟ تزود لي تكوين بروتين اسمه كالسيوم بايندينج بروتين اللي بيعرف بيه كالبندين. مين الكالبندين ده؟ ده كالسيوم بايندينج بروتين. الكالسيوم بايندينج بروتين ده يقوم رايح ماسك في الكالسيوم على طول، يمسك فيها، فبالتالي يزود الانتستينال ابزوربشن بتاع الكالسيوم، زود امتصاص الكالسيوم من الانتستين ويوديها على فين؟ برضو يوديها على البلد. يبقى low concentration of calcium في البلد نقص تركيز الكالسيوم في الدم يزود لي افراز الباراثيرويد هرمون من الباراثيرويد جلاند. الباراثيرويد هرمون تروح تمسك في الريسبتورز بتاعتها في العظم وفي الكدني، على البون تزود الاكتيفيتي بتاع الاوستيوكلاست وتقلل الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست، فتزود لي الكالسيوم ريزوربشن من البون. اسمها ايه؟ اسمها ريزوربشن، اني اسحب الكالسيوم من العظم. وعلى الكدني تعمل حاجتين، تزود الكالسيوم ري ابزوربشن من الديستال كونفوليوتد تيبيول، يزود اعاده امتصاص الكالسيوم من التيبيولز بتاعت الكدني فيخليه ما ينزلش في اليورين، فيقلل اللوس بتاعه في اليورين ويرده على مين؟ على الدم. وكمان يأكتف الالفا 1 هيدروكسيليز انزيم في الكدني اللي تروح تنشط لي الفيتامين دي وتخليه في صوره اكتف، يعرف يروح يشتغل على الانتستين. يعمل ايه في الانتستين؟ يزود لي كالسيوم بايندينج بروتين اسمه كالبندين، وده بيمسك لي في الكالسيوم ويسحبه من الانتستين، يعمل له يزود امتصاصه من الامعاء من الاكل اللي انت بتاكله، اي كالسيوم فيه يتم امتصاصه ويترمى على السيركيوليشن. اهو ادي الفيتامين دي بيحصل له هيدروكسيليشن في الكدني، بيحصل له هيدروكسيليشن في مكانين، اول مكان ال 25 هيدروكسيليز ده بيحصل في الليفر، وتاني مكان في عند الكربونه رقم واحد الالفا هيدروكسيليز ده هو ده اللي مكانه في الكدني. وانس انه اتنشط في الكدني بقى اكتف فيتامين دي، ده يروح يزود لي الانتستينال ابزوربشن من بتاعه الكالسيوم والفوسفورس عن طريق انه بيزود تصنيع الكالبندين بروتين او الكالسيوم بايندينج بروتين. كده نكون خلصنا كلامنا عن الباراثيرويد هرمون. نشوف الهرمون التاني اللي كان مهم جدا في الريجوليشن اوف كالسيوم ليفل، بس ده بيشتغل عكس الباراثيرويد. يعني ايه عكس الباراثيرويد؟ يعني ده بسميه كالسيوم لورينج هرمون.
بيقلل الكالسيوم ليفل في الدم، بيقلل الكالسيوم ليفل في البلد. الكالسيتونين ده بيطلع منين؟ بيطلع من البارافوليكولار سيلز اللي موجوده في ثايرويد جلاند. ده برضو بوليبيبتايد تشين، يعني مكون من 32 امينو اسيد. بس في معلومه مهمه ما ينفعش ننساها، ان الامينو اسيد رقم واحد بيبقى ماسك مع الامينو اسيد رقم سبعه، هنا في سيستاين وهنا في سيستاين، يمسكوا مع بعض بدايسلفايد بريدج. ليه مهم؟ عشان الدايسلفايد بريدج دي هي اللي بتخليه يقوم بوظائفه. لو راحت او اتكسرت الدايسلفايد بريدج وحصل له ديناتوريشن، يبقى على طول مش هيعرف يقوم بوظيفته. بيشتغل ازاي؟ طالما هو بولي بيبتايد يبقى تايب 2 هرمونز اللي بتمسك في سيل ممبرين ريسبتور، والسايكليك اي ام بي هو السكند ماسنجر بتاعها. الميتابوليك افكت اتفقنا انها عكس الباراثورمون. يعني ايه؟ يعني ده كالسيوم بيقلل البلاد كالسيوم ليفل، فبسميه كالسيوم لورنج هرمون. يعمل ده ازاي؟ بيعمل ده عن طريق انه بيشتغل على الكيدني، فيمنع الكالسيوم ري ابزوربشن من الكيدني ويزود الاكسكريشن بتاعته في اليورين. ويشتغل على البون برضو يعمل العكس، يزود الاوستيوبلاست اكتيفيتي، فيزود الكالسيوم ديبوزيشن، ترسيب الكالسيوم في العظم. فانا كده ممكن الكالسيتونين ده اديه في حالات الاوستيوبروز، هشاشه العظام، عشان يعالجها. وكمان بيعمل انهبيشن للاوستيوكلاست اللي كانت بتكسر العظم وتنخل العظم وتطلع الكالسيوم اللي فيه، لا يوقفها، يعمل لها انهبيشن. يبقى عمل انهبيشن للكالسيوم ري ابزوربشن في الكدني، وحفز الديبوزيشن بتاعت الكالسيوم في البون، ومنع الريزوربشن بتاعه، وراح على الانتستين. عمل ايه؟ خلى الانتستين ما تقدرش تعمل امتصاص، عمل انهيبيشن للكالسيوم ابزوربشن من الانتستين. يبقى كل ده يقلل لي في الاخر الكالسيوم اللي بيرد على البلد. اهو يبقى الميتابوليك افكت اوف كالسيوم كالسيتونين سوري. الكالسيتونين بيطلع امتى؟ بيطلع لما معدلات الكالسيوم في الدم تعلى، رايز، وبالتالي بيحصل له secretion من ال parafollicular C cells of thyroid glands. يعمل stimulation للأوستيوبلاست، يحفز الأوستيوبلاست اللي موجودة في العظم، فتبدأ تعمل calcium deposition، تاخد الكالسيوم من الدم وتروح ترسبه في العظم، فتمنع mobilization of bone calcium. وبالتالي في النهاية هيقلل لي الاوفر اول نت كالسيوم ليفل، معدلات الكالسيوم اللي موجوده في الدم تبدا تقل وترجع للنورمال، ما تقلش اقل من النورمال، بترجع للنورمال فقط. يبقى انا دلوقتي لو البلاد كالسيوم ليفل اتفقنا انه من 9 ل 11 ملي جرام بيرسنتج، لو عالي عن النسبه دي يروح على طول النسبه الزياده في الكالسيوم دي تنبه الثايرويد جلاند بارافوليكولار سيلز عشان تفرز الكالسيتونين اللي يقلل البلاد كالسيوم للنوم. طب لو العكس حصل، لو الكالسيوم ليفل قل عن من 9 ل 11، يروح يحفز الباراثايرويد جلاندز اللي موجوده في ظهر الثايرويد عشان تطلع لي الباراثورمون اللي يرفع لي تاني بلاد كالسيوم ليفل. يبقى دي مهم جدا الدياجرام ده عشان يبين لي الهرمون الريجوليشن اوف بلاد كالسيوم ليفل. اخر واحد في الهرمونز اللي هو احيانا بنسميه فيتامين واحيانا بنسميه هرمون متحكم في الكالسيوم ليفل، اسمه كالسيتريول او فيتامين دي. مين هو الكالسيتريول او الفيتامين دي؟ الفيتامين دي ده واحد من الفات سوليبل فيتامينز. الفات سوليبل فيتامينز كان بيشتق من الكوليسترول. فيتامين دي اللي بيشتق من الكوليسترول بيتصنع او بيتخزن في الاديبوز تيشو اللي تحت السكن، ومجرد ما الالترا فايلت ريز الاشعه الشمس الفوق البنفسجيه تقع عليه تبدا تخليه يتحول الى ال نقول البريماتيف فورم بتاعه، ثم يمشي في السيركيوليشن ويوصل لحد الليفر. الليفر يلاقي هناك فيه هيدروكسيليز،
مستنيه يعملوا هيدروكسيليشن في الكربون رقم 25، فبقى اسمه 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 او 25 هيدروكسي كوليكالسيفير. ده ستيل ان اكتف، بقي له خطوه انه يتنقل من الليفر يروح للكدني. في الكدني هناك يحصل له الهيدروكسيليشن في البوزيشن رقم واحد زي ما قلنا بالالفا 1 هيدروكسيليز انزيم، بس الالفا 1 هيدروكسيليز انزيم مش هيشتغل غير في وجود الباراثايرويد هرمون. في الحالة دي حصل هيدروكسيليشن في البوزيشن 1 كمان، فبقى اسمه 125 داي هيدروكسي فيتامين دي 3. كده بقى اكتف فورم، اقدر اسمي الاكتف فورم ده دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه كالسيتريول. الاكتف فورم كالسيتريول ده هو ده اللي بيزود الكالسيوم بايندينج انتستاينال بروتين اللي هو اسمه كالبندين، يزود البروتين ده فيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم من الانتستين ويزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في الرينال تيوبولز. ادي الشكل اللي قدامي اهو، هنا بالالترا فايلوت ريز تقع على ال 7 دي هيدروكوليستيرول اللي مشتق من الكوليسترول ومتخزن في الاديبوز تيشو اندر سكين. مجرد ما الالترا فايلوت ريز وقعت على ال 7 دي هيدروكوليسترول تعمل له شويه تغييرات كده في الرينج ستراكشر بتاعته، فتحوله الى مركب تاني اسمه كولي كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3. الكولي كالسيفيرول يبدا يمشي في السيركيوليشن لحد ما يوصل للليفر، في الليفر يحصل له هيدروكسيليشن في البوزيشن 25 فبقى 25 هيدروكسي فيتامين دي 3، ثم في الكدني يحصل له بالالفا 1 هيدروكسيليز فبقى 125 داي هيدروكسي فيتامين دي اللي هو اكتف فورم من الفيتامين دي واسمه كالسيتريول. ما تنساش معلومه مهمه ان الفيتامين دي 3 ده كان فات سوليبل فيتامين، طالما فات سوليبل يبقى لازم له كارير بروتين يشيله ويلف بيه في السيركيوليشن فيتامين دي بايندينج بروتين، والريسبتور بتاعه هيبقى انتراسيلولار ريسبتور موجود جوه الخلايا، يبقى ده تبع جروب 1 هرمونز. يبقى الفيتامين دي او الكالسيتريول، ما ننساش اسمه التاني كالسيتريول، ده اكتف فورم اوف فيتامين دي، ده بيشتغل عن طريق جروب 1 هرمون اللي هي كانت انتراسيلولار ريسبتور، وطبعا لازم تتكتب بالتفصيل. نشوف مع بعض الاسئله. اول سؤال intact parathyroid hormone، وناخد بالنا كويس من كلمة intact، يعني الparathyroid hormone بعد ما حصل له modifications بتاعة البري برو تحول لبرو ثم بقى الانتكت final form، وقبل بعد كده ما يتكسر الى ان terminus و C fragment. الانتكت parathyroid hormone مكون من كام امينو اسيد؟ من 84 امينو اسيد. امال ال 36 دي كانت مين؟ كانت ال n terminus biologically active form. طب وال 90 يا دكتور؟ لا ده ال 90 ده كان البرو باراثيرويد هرمون. طب وال 115؟ ده الشكل الاولي خالص اللي هو البري برو. يبقى الانتكت فورم كان كام بالظبط؟ كان 84 امينو اسيد. طيب الفيتامين دي 3 هيدروكسيليتد ات بوزيشن 1، الفيتامين دي 3 كان بيحصل له هيدروكسيليشن في مكانين، كان بيحصل له هيدروكسيليشن اول مكان في الكربونة 25 وتاني مكان في 1. 25 دي كانت بتحصل فين؟ في الليفر، وهي دي اللي كانت بتحصل الاول، وكان بيبقى اسمه 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول. طب وواحد اللي بالالفا 1 هيدروكسيليز اللي كانت اندر الافكت اوف بارثيرويد هرمون دي كانت بتحصل فين؟ كانت بتحصل في الكيدني. ما ننساش ابدا ان الالفا 1 هيدروكسيليز موجود في الكيدني عشان يكون لي ال 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول، وده الاكتف فورم اللي كنت بسميه كالسيتريول. يبقى بيحصل فين؟ هيحصل في الكيدني بالظبط. بكده نكون خلصنا محاضرتنا النهارده عن الكالسيوم ريجوليتنج هرمونز، واي اسئله تحت امركم، وان شاء الله نكون قدرنا نبسطها ونوصل المعلومات اللي في المحاضرة بطريقة سهلة بحيث ان احنا ما ننساهاش ونكون فهمناها كويس. شكرا يا دكتور.